تحت شعاري لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمك، أقام معهد أبكس الدولي إحدى فعاليات برنامج ارتقاء الصغار لمحور بازار التاجر الصغير لغرس مفاهيم الاعتماد على الذات وتعليم الأطفال العمل النبيل ولصناعة قادة تستطيع تحمل المسؤولية ويكون ذو شأن عظيم يخدم أوطانهم ومجتمعاتهم. طبعا معنا اليوم فعالية برنامج التاجر الصغير ضمن محاور ارتقاء الصغار، هو برنامج صيفي يضم عدة محاور، طبعا كل محور له فعالياته، تعليم الطالب جانب تعليمي بطابع ترفيهي زي ما انتم شايفين. اليوم معنا تاجر صغير باستقبال عماد الدكاترة قسم الأحياء البحرية، طبعا نشكرهم على تعاونهم، وهذا المحور تركز على البعشرة، تعليم الطلاب ايش هو البعشرة، ايش ما بعد ذلك، ايش هو حق من زكاة من صدقة من وإلى. البيع والشراء والاعتماد على النفس والخوض في تجارب الحياة ومعرفة معنى أن تعيش بعرق جبينك وبكل عزة ومعرفة مدى الكدح والضرب في الأرض الذي تجرعه آباءهم لتأمين حياتهم من كافة النواحي وتقدير جهودهم. وأيضا تتمحور الفكرة حول تعليم الأطفال حق الله وحق الفقراء والمساكين وكيفية ومتى خروج الزكاة وأيضا الصدقة والفرق بينهما وكيفية البيع والشراء وكسب الرزق من عرق الجبين والاعتماد على الذات. فعاليات ممتازة رائعة بالنسبة للطلاب كصغار ما شاء الله، تعليم تقييم بناء الطفل، وهذا شيء رائع وكله يعود الفضل لمعهد بيكس. طبعا هذا عندنا برنامج يعني اسمه التاجر الصغير، التاجر الصغير هذا ضمن فعاليات برنامج ارتقاء الصغار. برنامج ارتقاء الصغار عندنا نحن يعني عندنا طابع ترفيهي ويكون فيه له تعليم، بس التعليم يكون فيه له تعليم للحياة أكثر من أنه تعليم يكون في المدرسة، لأنه طلاب المدارس يكون لهم 7 شهور 8 شهور في المدارس، فنحن نحاول نعلمهم أساسيات الحياة اللي هم عايشين فيها. عندنا برنامج التاجر الصغير نعلمهم كيف يعتمدون على نفسهم في البيع والشراء، وبعدين ننزل في حاجة يسموها حق الله وحق الفقراء والمساكين ينزلوها للناس. طبعا هذا لازم شيء يعني نعلمهم فيه له عشان يقدرون إن شاء الله لما يكبرون يصيرون يعني يحاولون يبيعون ويشترون إن شاء الله يعني نحتسب الأجر فيه لهذا. كاميرا سهيل كانت حاضرة وسلطت الأضواء على هذا الإبداع من أجيال المستقبل وسط حضور وشخصيات تربوية وجامعية وأولياء أمور الطلاب. عماد العامري لقناة سهيل الفضائية من المقلة.